أهلا بكم حبايبي طلبة الصف الخامس الابتدائي مني، يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة مع بعضنا يا ولاد آخر كونسبت وأول درس ليسون 1 في كونسبت 2 3. بيتكلم يا ولاد عن إيه؟ بيتكلم برضو عن هل في حالات المادة لما المادة تحول من صورة لأخرى، هل مثلا المقاس ممكن تتغير ولا لأ؟ هنشوف مع بعضنا. بيقول in the previous concept you have learned that there are different states، في حالات مختلفة من المطر، and each matter takes up space and has mass، أي مادة تشغل حيز يعني لها فوليوم وعندها كتلة. أيضا you have learned that each matter has its own physical and chemical properties، كل مادة لها كتلتها، لها إيه؟ آسف، كل مادة لها خصائصها الفيزيائية وخصائصها الكيميائية. This picture above، الصورة اللي فوق دي بتوضح ان المطر can be changed to different state، يبقى الصور دي بتوضح لنا ان المادة ممكن تحول الى صورة اخرى. As in picture 1، picture 1 هي دي عبارة عن ايس هيتحول لووتر، يبقى ده عملية ايه؟ عملية melting. And the matter can be mixed، والمادة أيضا ممكن أن تخلط with other matter as in picture 2، يعني ممكن نعمل mixture، نجيب مادة نضيف على مادة تانية نعمل إيه mixture. What happened to the mass اللي أنا قلته بقى في المقدمة، ماذا يحدث للماس of an of a matter when it is heating cold or mixing؟ مثلا جبنا كيلو تلج وسيحناه وبقى كيلو مية، مش هيتغير الماس، doesn't change، يعني التلج ده لما يتحول لوتر كتلته تزيد ولا تقل؟ لا تزيد ولا تقل، remains as it is. جبنا مثلا فاكهة قطعناها حتت وعملنا ميكتشر، الكتلة الفاكهة دي لو قطعناها لو كانت 50 جرام، لما نقطعها ونعملها ميكتشر اوكي الكتلة بتاعتها برضو كتلة القطع بتاعتها هي هي. يبقى هنا بيقول يا ولاد إن the mass of any matter doesn't change، خلي بالك من الكلام ده مهم جدا عشان بيجي true or false، إن كتلة أي مادة لا تتغير when it is heated، لما تتبخر تسخن أو تبرد أو تخلط with other matter such as in picture 1 when ice cube are heated، لما مكعبات التلج تسخن and change into water the mass doesn't change، الكتلة لا تتغير. In picture 2 the mass of any of the fruits، كتلة أي حاجة من الفواكه before mixing with other fruits، قبل أن تخلط مع فواكه أخرى is the same after mixing، هي الكتلة هي هي حتى بعد الخلط. خلاص يا ولاد اللي بعد melting إيه؟ melting matter، ميلتنج مطر انصهار المادة. هي المادة يا مستر ممكن تنصهر؟ طبعا، كلام بسيط جدا، تحول من سوليد لإيه؟ ليكويد. شوف الأمثلة دي، ده إيه؟ نقط ستيت سوليد ستيت، وده ليكويد، وده جاز ستيت، سهلة خالص أهو. طيب ووتر إز أ مطر ذات كان بي فاوند إن ذا ثري ستيت، الماء مادة يمكن أن توجد في 3 حالات of mother which are solid liquid gas state، يعني الماء بتاعتنا اللي احنا بنشربها لها 3 حالات، ممكن تكون ice لما نحطها في الفريزر، ممكن تكون water الطبيعية عادية زي الماء اللي بنشربها، ممكن لما نسخنها تتحول إلى جاز. يبقى water exists in 3 states، 3 حالات solid اللي هو ice، water اللي هي الماء بتاعتنا العادية، جاز اللي هي water vapor. خلاص يا ولاد؟ طيب imagine، تخيل that you forget bowl contains ice cube، تخيل عندك طبق فيه مكعبات تلج وسيبت in a hot place، في مكان دافئ، you will find water in the bowl، بعد شوية هلاقي المية، هلاقي water في الطبق،
بدل من الايس. ليه؟ لان الايس حصل له عمليه ميلتنج، تحول من سوليد الى ليكويد لما اكتسب طاقه حراريه، وهذا هو تعريف ايه يا حلوين؟ الميلتنج. It is a process in which matter is changed from solid state to liquid state when its temperature increase. مرة كمان، عملية تحول المادة، عملية فيها المادة بتتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة لما درجة الحرارة ترتفع. ممكن نقول له by heating على طول. يبقى it is a change of matter from solid state to liquid state by heating. تحويل المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة عن طريق التسخين. نوت، solid matter should be kept below certain temperature. المادة الصلبة زي الأيس لازم نحفظها في درجة حرارة محددة. أوكي، to stay in solid state. يعني تلج ده عشان يفضل تلج نحطه في الفريزر، يبقى نحطه في درجة حرارة قليلة عشان يحافظ على الحالة بتاعته. مع بعضينا. Complete. Ice is the not state of water. طبعا الايس solid state of water. Melting is the change of matter from melting. تحول المادة من solid state to liquid state by heating. يبقى الميلتنج من السوليد للليكويد. خلاص، اللي بعده. True or false. Water vapor is the solid state. False. الwater vapor مش سوليد، ده جاز. When heating ice، لما نسخن تلج، it changes from liquid to solid. العكس، from solid to liquid. آخر صفحة مع بعض يا محترمين. Particles. يعني بارتيكلز الجسيمات. طيب، هل في علاقة بين حركة الجسيمات والطاقة الحرارية اللي بتاخدها المادة؟ طبعا. قالك هنا في حاجة اسمها الطاقة الحرارية الثيرمال انرجي. هيت از نوت ا فيزيكال ثينج. خلي بالك، الحرارة دي مش حاجة فيزيائية، مش حاجة تتمسك، مش حاجة ليها كتلة زي الساوند زي اللايت. كل ده ما ينفعش اسميه physical thing أو matter. But it is a form of energy. شكل من أشكال الطاقة تسمى thermal energy. يبقى الحرارة شكل من أشكال الطاقة تسمى إيه؟ thermal energy. وهي كمان مش physical thing. It is not physical thing. We use thermal energy every day in many things. بنستخدم الطاقة الحرارية كل يوم في أغراض many things، في أشياء عديدة، such as cooking food, warming homes، طهي الطعام، تدفئة المنازل. Thermal energy from the sun keep living things on the earth alive. طاقة مهمة جدا جدا يا ولاد على سطح الأرض، ولا بد من توفرها على سطح الأرض، بتخلي الكائنات تظل حية. هي ايه؟ الصن. يبقى الطاقة الحرارية للشمس بتخلي الأشياء الحية on the earth alive، على قيد الحياة. خلاص يا ولاد؟ اوكي، اللي بعده. اللي بعده بقى بيقول ايه يا حلوين؟ particles in motion، يعني الجسيمات في حالة الحركة. as you have studied، زي ما انت تعلمت in the previous concept that any matter is made up of very small particles. أي مادة بتتكون من جسيمات صغيرة جدا. Particles in matter are always in motion. يعني الجسيمات دي في حالة حركة مستمرة. Even in solid. حتى وهي في الحالة الصلبة. بس في اختلاف طبعا في حركة الجسيمات في السوليد وفي الليكوين وفي الجاز زي ما احنا عارفين. خلاص يا ولاد؟ بس كلها always in motion. ايه؟ motion state. That their particles are close together. اللي فيها حتى المادة الصلبة حركة فيها حركة جزيئات، والمادة الصلبة دي الجسيمات بتاعتها close together، قريبة جدا من بعضها. خلاص يا ولاد؟ نشوف أكبر دليل على صحة هذا الكلام. Effect of thermal energy
on the motion برضه تأثير الطاقة الحرارية على حركة الجسيمات. water before heating المية قبل ما بتسخن. particles المطر have energy جسيمات المادة have energy that make them able to move vibrate and spin around. يعني جسيمات اللي في المادة عندها طاقة تجعلها قادرة انها تتحرك to move او تهتز او spin around. فاهمين يا ولاد؟ اوكي اللي بعده by heating the water يبقى ده عندها جسيمات في امان الله. تمام هنبدأ نسخنها. ايه بقى اللي هيحصل؟ احنا اتفقنا كده كده جسيمات في حالة حركة. بس ركز كده معايا بقى. قالك when particle of matter absorb more cinema energy لما جسيمات الماء تمتص مزيد من الطاقة الحرارية they move vibrate spin around faster يعني تبدأ تتحرك وتهتز وتلف على نفسها بشكل كبير جدا سريع. that causes this matter become warmer عشان كده المية دي بعد شوية تبقى ايه؟ تبقى دافية. ليه؟ لان اكتسبت طاقة حرارية. فلما بتكتسب طاقة حرارية بيحصل كذا حاجة. بيحصل هي مصر زي موف الجسيمات موف وفايبريت وسبين اراوند فاستر يعني موف فاستر وفايبريت فاستر وسبين اراوند تلف على نفسها بسرعة تتحرك بسرعة تهتز بسرعة. امتى؟ افتر هيتينج. إذا هناك علاقة بين الثيرمال انرجي والموشن اوف ذا بارتيكلز. خلاص يا ولاد الملاحظة. لايت انرجي از لايك ثيرمال انرجي كلام بسيط. الطاقة الضوئية مثل الطاقة الحرارية. از وين بارتيكلز اوف ماتر لما جسيمات المادة ابزورب ذيم بارتيكلز موف فايبريت سبين فاستر. يعني اقول لك مثلا وين ذا بارتيكلز جينز thermal energy they will move vibrate. صح ولا غلط؟ صح. when the particles of matter gains بدل thermal قال لك gains light energy هي هي. يبقى الطاقة الضوئية بتؤثر على الجسيمات زي الطاقة الحرارية بتخليها تعمل ايه؟ بتخليها move vibrate spin faster. خلاص يا ولاد كده درس خلاص. بس نشوف مع بعضينا check your understanding true or false. thermal energy is a matter false. ليه يا مستر؟ thermal energy is energy form of energy ما ينفعش اسمها مطر علشان ملاش ماس. اتنين when particles are warming لما الجسيمات بتدفى زي موف سلاور تتحرك ببطء عند كام كلوس جزر false. لما بتدفى او تسخن زي موف faster. تلاتة when particles absorb light قلنا absorb light زي absorb thermal energy لما الجسيمات بتكتسب طاقة ضوئية زي move faster and spread out through. بكده الليسن كله خلص. اتمنى ان انت تكونوا فهمت يا ولاد. الفيديو القادم هيبقى حل الاسئلة اللي عليه ان شاء الله. ربنا معاكم ربنا يوفقكم يا محترمين والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.